اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يشكله قطاع الاتصالات اليوم من اهميه متزايده تتطلب مواصله تعزيزه بكافه عناصر التطوير التي تدعم اسهامه الفاعل ضمن القطاعات التي ترفد الاقتصاد الوطني واشار سموه الى ما تسخر به مملكه البحرين من كفاءات وطنيه نفتخر بالنجاحات التي حققتها في هذا القطاع الحيوي كباقي القطاعات التي تدعم مسيره التنميه الشامله بقياده حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد ال خليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة ال خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ عبد الله بن خليفة ال خليفة رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بيون. والشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة رئيس مجلس إدارة شركة شبكة البحرين بينات حيث هنأ سموه بفوز شرك شركة شبكة البحرين بينات بجائزة أفضل بنية تحتية لشبكة الالياف البصرية الفايبر على المستوى العالمي ونوه سموه بالجهود المبذولة في قطاع الاتصالات والتي تعكس ما توليه مملكة البحرين من اهتمام وحرص على مواصلة تبني المزيد من الحلول المبتكرة بما يضمن التطوير المستمر للقطاع ويسهم في الدفع بعجلة التنمية قدما تحقيقا للاهداف المنشوده وقد اطلع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء على خطط شركه شبكه البحرين بينات وبرامجها الحاليه والمستقبليه وجهودها في استقطاب الكوادر الوطنيه والاستفاده من قدراتها وخبراتها في تطوير عمل الشركه. وقد اعرب رئيس مجلس اداره شركه البحرين للاتصالات السلكيه واللاسلكيه بيون ونائب رئيس مجلس اداره الشركه رئيس شركه شبكه البحرين بينات عن شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من اهتمام بقطاع الاتصالات، الامر الذي يدعم عمل الشركات العامله في هذا القطاع.